قد يكون البيع خياراً كما فعل موردشوف، لكنه لن يكون كافياً، فأين ستذهب هذه الأموال الهائلة؟ لا ننسى أن الحاضنة الأساسية لهذه الأموال وهي أوروبا لفظت الأوليغارش، بل وباتت تطارد أموالهم وأصولهم، وهنا تظهر الحاجة لملذات جديدة آمنة. ثمة دول لا تكترث بالعقوبات، لا بل وتستقبل الأوليغارش الروس وتسمح بتواجد أموالهم على أراضيها وفي موانئها خارج نطاق العقوبات، لكن المفاجأة في عضو بالناتو العدو اللدود لروسيا قد يكون ملاذاً آمناً للأوليغارش. نعم، تركيا وسيط المفاوضات بين موسكو وكييف تفتح ذراعيها للأثرياء الروس. وهناك طرف آخر، قبرص تبدو ظاهرياً مؤيدة للعقوبات، وافقت على طرد روسيا من نظام سويفت، بل وحتى منعت سفن روسيا من التزود بالوقود في موانئها. لكن حين يأتي الحديث عن الروس الأثرياء فأهلاً بهم وبأموالهم. وهناك وجهات أخرى، جزر المالديف الساحرة هي أصلاً رافضة للعقوبات وغير موقعة على معاهدات لتسليم المطلوبين مع واشنطن، لذا هي وجهة مثالية للأوليغارش. إسرائيل أيضاً لها نصيب، فمنذ سنوات كانت وجهة مفضلة للأثرياء الروس، بل ومنحت الجنسية للبعض. حسابات تل أبيب معقدة، فهي لا تريد إغضاب اليهود في روسيا أو أوكرانيا، ولا تريد أيضاً خسارة علاقتها الحساسة مع الجيش الروسي في سوريا.